السلام عليكم. اليوم إن شاء الله رح نكمل حكينا عن السيستوتس. حكينا في اللاب الماضي إنه عنا السيستوتس هي عبارة عن ديدان. هاي الديدان هي عبارة عن ديدان، غالبا الأدلت لإلها بيكون في الانتستينال تراكت، لا لهيومن أو لا الأنيمالز، وبتسبب لي عدة أنواع من الديزيز. اللاب الماضي حكينا عن 3 أنواع، دايفلوبثيريوم لاتوم، حكينا عن التينيا ساجيناتا والتينيا سوليوم. إن شاء الله اليوم رح نكمل، رح نحكي عن 4 أنواع. رح نحكي عن الإكينوكوكس إجرانيوسس، عندنا الهيمونريبس نانا والهيمونريبس دايمينيوتا والدايباليديوم كانينيوم. أول إشي رح نبلش في الإكينوكوكس إجرانيوسس. بالنسبة للإكينوكوكس إجرانيوسس هو عبارة عن باراسايت صغير مش كتير كبير، بيسبب لي ديزيز بنسميه الهايديتد ديزيز في الهيومن. ماشي، هسا ليش سمينا الهايديتد ديزيز؟ سمينا الهايديتد ديزيز لأنه بيكون في داخل الهيومن تشو، بيكون عندنا سيست. هاي السيست بتكون متحوصلة فسميناها هايديتد سيست. الأدلت لهذا الباراسايت بيعيش في السمول انتستين في الدوكس، لأنه الدوكس هي عبارة عن الديفينيتيف هوست للهيومن. فالأدلت غالبا ما بيكون موجود في الهيومن كأدلت، بيكون موجود في الديفينيتيف هوست اللي هي إيش؟ الدوكس. شو اللي بيكون موجود غالبا في الهيومن؟ اللي هو عبارة عن اللارفا، تكون موجودة في الليفر، في اللنج، في البرين، ممكن في بعض الأحيان في البونز. كيف ممكن يصاب الإنسان بالإنفكشن؟ عن طريق تناول الإنسان للطعام أو الشراب، أو تكون أظافره أو أي شيء ملوث بإيش؟ ملوث بالإنفكتيف ستيج اللي هي الإيجز تبعت الإكينوكوكس جرانيولوسس. ماشي، حكينا الديفينيتيف هوست هي الدوكس. بالنسبة لعملية اللي في عنا الانترميديت هوست اللي هي الشيب، الكتل، وفي بعض الأحيان accidentally الهيومن، يعني هو الهيومن accidentally get infected with Echinococcus granulosus. هس نيجي للدياغنوسيس. عملية الدياغنوسيس للهايديتد ديزيز في الهيومن تعتمد على شغلتين، على الإميونولوجي والألتراسونيك سكانر. بالنسبة للإميونولوجي بكل بساطة نيجي ناخد عينة سيرم للمريض ومنشوف إنه فيها هذا المريض عنده أنتيبادي ضد الإكينوكوكس جرانيولوسس ولا ما عنده. بالنسبة للألتراسونيك سكانر أنا حكيت لكم الإكينوكوكس جرانيولوسس بسبب لي هايديتد ديزيز، بيكون في عندي سيست. هاي السيست بتكون متحوصلة في عدة أماكن، حكينا من ضمنها الليفر واللنج والبرين. فشو رح يعملوا ليشوفوا هاي الهايديتد سيست؟ عن طريق إيش؟ الألتراسونيك سكانر أو عن طريق الألتراساوند بيقدروا يكشفوا عن وجود هاي السيست. بتكون مبينة، بتكون زي شكل كروي في داخل هاي الأجزاء. بالنسبة لللايف سايكل، اللايف سايكل رح نبلشها في مين؟ في الديفينيتيف هوست. طبعا انتو شايفين الخط الأصفر، الخط الأصفر بيفصل بين اللايف سايكل في الديفينيتيف هوست واللايف سايكل في الانترميديت هوست. رح نبلش أول إشي في الديفينيتيف هوست. كيف يمكن يصاب الديفينيتيف هوست بالإنفكشن اللي هي الدوجز والأذر كاندي؟ شو ممكن يصاب بالإنفكشن؟ عن طريق إنهم يتناولوا السيست اللي موجودة في إيش؟ في أجزاء الكائنات الحية المصابة بالهايديتد ديزيز. فهو رح يأكل سيست. هسا لما نيجي نحكي عن الأجزاء الرئيسية في السيست، رح تعرفوا إنه في جزء من الأجزاء في عندي إشي بنسميه البروتوسكوليكس. هذا البروتوسكوليكس هو عبارة عن إمماتور سكوليكس. فلما يتناول الكلب السيست، عفواً اللحوم أو الأورجنز المحتوية على السيست، شو رح يصير؟ رح تنفجر هاي السيست، وفي داخل السيست في عندنا الدوتر سيست، وفي داخل الدوتر سيست في عندي البروتوسكوليكس. من البروتوسكوليكس اللي هو الإمماتور سكوليكس رح يصير ماتوريشن ويتحول إلى الماتور سكوليكس اللي رح يمسك في الانتستين، السمول انتستين للدوكس. بعد ما يمسك في السمول انتستين رح يصير له ماتوريشن ويتحول إلى الأدلت. الأدلت في الديفينيتيف هوست عنده القدرة على إنتاج الإمبريونيتد إيج. هاي الإمبريونيتد إيج تخرج في الفيسلز. ماشي، هسا بالنسبة للإنترميديت هوست سواء كان الشيب، الكتل، الجوت، سواين، أو بالصدفة الإنسان،
إذا تناولوا طعام شراب تلوثت أيديهم خلال التناول، يعني هي عبارة عن عملية ingestion للإمبريونيتد إيج، رح يصابوا بالإنفكشن. كيف يصابوا في الإنفكشن؟ هاي الإمبريونيتد إيج رح يطلع منها الأنكوسفير، الأنكوسفير رح يعمل بنتريشن للإنتستينال وول، وبعدين رح يروح على الليفر، ممكن اللنج، ممكن البرين أو غيرها من الأورجنز، رح يتحوصل على شكل هايديتد سيست. بالنسبة للأدلت له ثلاث أجزاء رئيسية، في عنا كسيجمنت، في عنا الإماتشور بروغلتد، وفي عنا الماتشور بروغلتد، وفي عنا الجرافيد بروغلتد، موجودين بالترتيب. أول شيء عندك السكوليكس، تحت السكوليكس مباشرة الإماتشور بروغلتد، الماتشور بروغلتد and الجرافيد بروغلتد. بالنسبة للإيجز، الإيجز للإكينوكوكس جرانيولوسس هي عبارة عن إمبريونيتد إيجز، فيها الهكساكانث إمبريو إنسايد، بيكون زي ما أنتوا شايفين من الخارج بتكون ريديلي ستريتد، بتكون زي كأنه في أشعة، بتحسوا الإيج عليها من برا في الأوتر شيل، ماشي. برضو من الداخل بتلاقي إيش؟ بتلاقي الهكساكانث إمبريو زي ما أنتوا شايفين. نيجي للأجزاء الرئيسية للهايديتد سيست. لازم تعرفوا أول إشي إنه الهايديتد سيست في إلها تو ممبرين. الممبرين الأول منسميه الفولس ممبرين، هذا الفولس ممبرين هو الممبرين الخارجي اللي هو أصلاً مش ممبرين خاص بالسيست نفسه، هو عبارة عن ممبرين كونه الهوست، ماشي، جهاز المناعي للهوست ليحوصل هاي السيست. عمل هذا الجدار الخارجي هو عبارة عن الكولاجين كابسول، ماشي، هذا هو الفولس ممبرين اللي هو الطبقة الخارجية، سببه قيام جهاز المناعة بالدفاع مشان يحوصل هاي السيست وما تأذي الجسم. هسا هاي الفولس ممبرين، تحت الفولس ممبرين في عندي الترو ممبرين. بالنسبة للترو ممبرين متكون من طبقتين، طبقة منسميها لامينيتد لاير وطبقة منسميها جيرمينال لاير. بالنسبة لللامينيتد لاير هي عبارة عن طبقة بتكون نون نيوكلياتد، يعني ما فيها نيوكلياس، يعني هي عبارة عن طبقة مش حية، بتكون ايش؟ اوبيك، بيكون لونها زي لون الملكي، شكل لون الحليب. تحت اللامينيتد لاير في عنا الجيرمينال لاير. الجيرمينال لاير هي عبارة عن نيوكلياتد لاير، سميناها جيرمينال لاير لأنه من الجيرمينال لاير راح تنشأ عندي إشي منسميه إيش؟ البرود كابسول، ماشي. إذا في عنا فولس ممبرين، هما ممبرين خارجي في الأول، في عنا الترو ممبرين طبقتين، لامينيتد لاير طبقة ميتة، والجيرمينال لاير هي الطبقة الحية. في ينشأ من الجيرمينال لاير حكينا البرود كابسول، هاي البرود كابسول في داخلها البرود سكوليكس، هذول هن الاماتشور سكوليكس. هسا في عندنا كمان الدوتر سيست. الدوتر سيست بيختلف عن البرود كابسول، الكابسول شايفين فيها بس الجيرمينال لاير، ما فيها اللامينيتد لاير، اما الدوتر سيست تحوي على الجيرمينال لاير واللامينيتد لاير. وزي ما انتم ملاحظين الدوتر سيست ما فيها الهوست، الهوست ممبرين، يعني هاي في عنا الجيرمينال، في عنا اللامينيتد، ما في عنا الهوست كولاجين كابسول خارجي لانها لساتها في داخل السيست من جوا. هسا في بعض الاحيان السكوليكس بتنفصل، زي ما انتم شايفين السكوليكس، عفوا البروتوسكوليكس بتكون ايش؟ متصله بالجيرمينال لاير. في حاله انفصلت هاي البروتوسكوليكس وطلعت كانت في المنطقة اللي فيها الهايديتد فلويد اللي هي المنطقة الخارجية اللي لونها أصفر، كانت موجودة بنسميها الهايديتد ساند. فإذا شفتوا البروتوسكوليكس في خارج البروت كابسول أو الدوتر سيست كان موجود في الفلويد، فهي عبارة عن هايديتد ساند بنسميه. هاي صورة للهايديتد سيست، مقطع من الهايديتد سيست زي ما انتم شايفين. خلينا نبلش بالطبقات من الخارج للداخل. الطبقة الأولى اللي هي اللون الزهري الغامق هي عبارة عن الفولس ممبرين، الطبقة الداخلية الزهري الفاتح بس عريضة هي عبارة عن اللامينيتد لاير، الطبقة الخفيف اللون زهر فاتح شوي هي عبارة عن الجيرمينال لاير، في عنا هاي البرود
كابسول، في داخل البروت كابسول في عنا ايش الهايديتد سيست، عفوا في داخل البروت كابسول في عنا البروتوسكوليكس، وشايفين في عنا بروتوسكوليكس موجودين في الخارج، هاي الدوائر الموجودين برا خارج السيست او البروت كابسول، هدول حكينا بنسميهم هايديتد سيست. هاي الصورة للهايديتد سيست في ليفر لماشية، هيك بتكون الهايديتد سيست تكون متحوصلة حوالين نفسها، وفعليا الشخص المصاب هو في حالة كان الحجم عادي ومش كتير كبير، وممكن هسا مشكلة الهايديتد سيست أصلا هي متحوصلة، ماشي، مدام هي متحوصلة وجسمي كون حواليها جدار منيع صارت صلبة، ماشي، صارت صلبة، لما تصير صلبة ما بتأذي الكائن الحي طول ما هي بهذا الشكل، ما رح تأذي أبدا. ليش؟ لأنه أصلا كل إشي ممكن يسبب الإنفكشن ويسبب مشاكل للهوست موجود في داخلها ومتحوصل، ما رح يطلع لبرا. وين المشكلة بتصير؟ عندي في حالتين، الحالة الأولى بجوز حجم الهايديتد سيست يكون كبير فبيبلش يسبب لي آلام للشخص المصاب، هاي شغلة، أو تاني إشي في حالة الحوادث التروما، في حالة الحوادث شو رح يصير؟ رح الحادث ممكن يسبب إيش؟ انفجار هاي السيست، ورح تطلع محتويات السيست ممكن تسبب لي انفلاتيك شوك، ماشي؟ هاي برضو صورة كمان للهايديتد سيست، بس هون منتشر بكثرة في الليفر. هسا رح نحكي عن الهيمونريب أسنانا. بالنسبة للهيمونريب أسنانا هي عبارة عن باراسايت بنسميه الدوارف تابور، دوارف من قزم، لأنه هنا الهيمونريب أسنانا كتير صغيرة. وين بيكون موجود الأدلت؟ في السمول انتستين. الديفينيتيف للديفينيتيف هوست، مين الديفينيتيف هوست؟ ممكن تكون الرات، ممكن تكون الماوس، ممكن تكون الهيومن. مين الانترميديت هوست؟ اللي هي الجرين بيتلز. الانفكتيف ستيج عندي شكلين للانفكتيف ستيج، يا اما الايج او السيست سيركويد لارفا. متى بتكون الايج هي الانفكتيف ستيج؟ في حالة الديفينيتيف هوست تناول الايجز بشكل مباشر تكون الايجز هي الانفكتيف ستيج. اما في حالة انه الانترميديت الديفينيتيف هوست تناول الانترميديت هوست وهي تحوي على سيست سيركويد لارفا، هون بتكون السيست سيركويد لارفا هي الانفكتيف ستيج. الدياجنوستيك ستيج هي عبارة عن الايج في الفيز. بالنسبة لللايف سايكل رح نبلشها من الانفكتيف ستيج. حكينا الانفكتيف ستيج اللي هي ايش؟ اللي ممكن تكون الامبريونيتد ايج. هاي الامبريونيتد ايج في الفيسز ممكن انه اذا تناولها الانسان بشكل مباشر عن طريق يصير في كونتامينيشن للفود او الووتر او الهاند بتبلش عنا الانفكشن، ماشي. هاي الحاله المباشره اللي حكينا الانفكتيف ستيج هي عباره عن مين؟ عباره عن الامبريونيتد ايج. شو حكينا الحاله الثانيه؟ الحاله الثانيه انه تناول الانسان الانترميديت هوست اللي هي ايش؟ الجرين بيتلز، تناولها واحتوت هاي على ايش؟ احتوت على السيست سيركويد لارف. فشو رح يصير في هاي الحالة؟ اول اشي الامبريونيتد ايج رح تتناولها الحشرة، بعد ما تتناولها الحشرة رح تتطور للسيست سيركويد لارفا في داخل الانسكت. اذا تناول الانسان او الماوس او الراتس الحشرة هاي وتحتوي على السيست سيركويد لارفا بتبلش عنا ايش؟ الانفكشن. طيب هسا في عندي حكينا الانفكشن بتبلش من شغلة من تنتين، يا اما الامبريونيتد ايج او وجود السيست سيركويد لارفا. في حالة كانت سبب الانفكشن الامبريونيتد ايج، شايفين هون في داخل الهيومن هاي الامبريونيتد ايج، ماشي، رح يخرج من هالانكوسفير رح يعطيني السيست سيركويد، بصيرها ديفلوبمنت في الانتستين، ماشي، من السيست سيركويد رح يعطيني ايش؟ السكوليكس، من السكوليكس رح ينشأ عنا الادلت وقطع الادلت. هاي القطع رح تحوي على الايج، ماشي، عن طريق الجرافيد بروجلدد رح يتم افراز الايجز في الفيسز للشخص المصاب او الكائن المصاب. هسا عندنا في بعض الحالات ممكن يصير عندنا اوتو انفكشن،
كيف بصير عندنا اوتو انفكشن؟ هسا الوضع الطبيعي اذا الانسان اكل ايج واحدة، هاي الايج الواحدة رح تنشئ لي كم كائن او كم باراسايت من الهيمنريب اسنان واحد، ماشي. هذا الباراسايت رح ينتج، رح يبلش يتطور ويعطيني قطع، هاي القطع ممكن ايش تفرز لي الايج في الفيسز. في حالة الايجز اللي هي المفروض كانت مفرزة في الفيسز، راحت في الفيسز، ضل جزء منها وين؟ موجود في الانتستن. هاي الايج رح تعطينا الهكساكانث امبريو، هذا الهكساكانث امبريو رح يتطول، هكساكانث امبريو رح يعمل بنتريشن للانتستينال فيلس، ماشي، وراح يبلش ايش ينشئ لي باراسايت جديد، ماشي. اذا كيف يمكن يصاب الانسان بالانفكشن؟ عن طريق الامبريونات اقدر اتناولها بشكل مباشر، عن طريق تناول الحشره الانترميديت هوست اذا احتوت على سيست سيركويد لارفا للهمنريب اسنانه. ممكن يصير الانسان صح مصاب بالانفكشن لكن تزيد اعداد الباراسايت في داخله، يصير له اوتو انفكشن عن طريق انه ايش الاكس. نيجي نحكي عن الأدلت. بالنسبة للأدلت في عنده فور سكرز إلو الروستيريوم، في عنده هوكس، بيكون عنده سنجل رو اف هوكس. بالنسبة للسيجمنت فقط هي تقريبا 200 سيجمنت، ما بدي اياكم تحفظوا عدد السيجمنت، ماشي. بالإضافة إلى أنه عنده لاترال جينيتال أوبنينج. بالنسبة للإكس، الإكس بتكون أوفل، شكلها دائري بيضوي عفوا، لكنها اصغر من الهيمنريبس دايمينيوتا. رح تشوفوا انه كتير في تشابه بينهم، في فروقات بسيطه، ولازم تعرفوا انه كمان الهيمنريبس نانا اصغر من الدايمينيوتا ايج، ماشي. في عنا تو ممبرينشل في الانر ممبرين، في عندي تو بولت شايفين هون على الاطراف، لو تدققوا مزبوط زي كانه في عندي بولز موجودة على الأطراف، طالعة منها إيش فيلمنت زي كأنها خيوط، 4 لـ 8 خيوط بتكون ممتدة بين التو ممبرين، ماشي. بالنسبة للأنكوسفير في الداخل فيه إيش 6 هوكس، وهاي الهوكس بتكون إيش بتكون موجودة بشكل متوازي، هاي 6 هوكس كل 2 متوازيين لبعض، ماشي. فاللي بيميز الإجل الهيمنريبس نانا عن الإجل الهيمنريبس دايمينيوتا إنه في عندي تو بول، هاي التو بول طالعة منها فيلمنت بتحسوها زي الشعيرات موجودة، ماشي. نيجي هسه للهيمنريبس دايمينيوتا، هو نوع تاني من الهيمنريبس. الكومن نيم له هو الرات تاب وورم. ليش سميناه الرات تاب وورم؟ لانه الديفينيتيف هوست الاصلي له هو الرودنت او الرات. متى يصاب الانسان بالانفكشن؟ في حالات ايش؟ في حالات باي اكسيدنت، ماشي. الادلت له بيكون موجود في السمول انتستين للديفينيتيف هوست. الانترميديت هوست اللي هو الفلور ماث او الفلور بيتلز، هي عباره عن حشرات زي ما انتم شايفينها في الصورة اللي تحت. الانفكتيف ستيج هي سيست سيركويد لارفا، فيصاب الرودنت او الهيومن بالانفكشن عن طريق تناوله لهاي الحشرات وهي تحوي على الانفكتيف ستيج اللي هي سيست سيركويد لارفا. الدياجنوستيك ستيج هي الايك الفيسز. بالنسبة لللايف سايكل، انتو شايفين اللايف سايكل اللي له بسيطة جدا. الانفكتد ديفينيتيف هوست بخرج للإيج في الفيسز، هاي الإيج بصلها انجستشن عن طريق الارثوبود انترميديت هوست اللي هي الحشرة، بيطلع عنا في عنا الانكوسفير، بيعمل بنتريشن للانتستينال وول ويتحول الى سيست سيركويد لارفا في داخل الانسكت. هاي السيست سيركويد لارفا إذا تناول الإنسان الحشرة المحتوية عليها، وما سواء كان الإنسان أو الحيوان، بتسبب له إيش الإنفكشن. بالنسبة للباراسايت بيمسك بالإنتستينال وول عن طريق السكلز الموجودة في السكولكس، بتكون في عنده سيجمنت، في عنده إيش الجرافيدي بروجلتد اللي هي مليئة بالإكس وبتنتج للإكس وتخرج الإكس في الفيسز. بالنسبة لشكل الأدلت، هو الأدلت لإلها ما إله هوكس زي ما أنتوا شايفين في الصورة، على العكس، على عكس مين؟ الهيمنريب أسنان. الهيمنريب أسنانه كان إلها سينجل رو أوف هوكس،
هاي أول شغلة. في إله 4 سكرز بالنسبة للسيجمنت من 800 ل 1000 مقارنة بالنانا، هذا أكبر أصلا ماشي. وفي عنده lateral genital opening، في عنده 3 testes لكل بروجلتد زي ما انتم شايفين في الصورة. هاي الدوائر الكبيرة هي التستس، والأوفري هي الدائرة اللي موجودة بالنص بينها، شايفينها الدوائر. في عندي دائرتين على اليمين ودائرة على الشمال لونها أحمر كبير، هدول التستس، واللي في الوسط هي إيش؟ الأوفري. هاي صورة للباراسايت، كمان بنسميه عنده روستيليوم حكينا، لكن بنسميه ان ارمد روستيليوم. ليش ان ارمد روستيليوم؟ لانه لا يحوي على الهوكس. الهوكس هي زي سلاح، فالان ارمد روستيليوم هو عبارة عن روستيليوم غير مسلح زي ما انتم شايفين هون السكرز. كمان بالنسبة للإجز، الإجز هي عبارة عن راوند سلايتلي أوفل، هناك حكينا اللي من لب أسنانه هي أوفل، بيكون كمان ستريتد ماشي. الأوتر ممبرين في عندها تو ممبرين أوتر ممبرين، وفي عندها ثينر إنر ممبرين، وفي عندنا السبيس بتوين ذا ممبرين سموث أور فاينلي جرانيولر. الأنكوسفير فيه 6 هوكس ماشي، لكن هاي الهوكس حكينا في الهمن رب أسنانها هي إيش؟ بارلل، بتكون إيش؟ متوازية، لكن هون بتكون راديال. بالإضافة إلى اختلاف تاني إنه ما في عنا الفيليمنتس، ما في عنا البولر فيليمنتس إكستندد بتوين في السبيس بتوين ذا أنكوسفير أند ذا أوتر شيل ماشي. وأصلا واضح هون عندكو إنه إيش عنا الهوكس، شايفين هون مبين 1 2 3 4 فور هوكس من أصل 6 اللي واضحين في الصورة، شايفينهم إيش بيكون زي شكل الأشعة على عكس إيش؟ على عكس الهوكس في النانا اللي بتكون إيش؟ بتكون متوازية. بالإضافة إلى إنه النانا فيها الفيليمنتس والدايمينيوتا ما فيها الفيليمنتس. رح نحكي هسا عن الدايباليديوم كانينيوم. الدايباليديوم كانينيوم الكومن نيم لإلها اللي هو الدوج تاب وورم، أو بنسميه الدبل بورد تاب وورم. سبب تسميته بالدبل بورد تاب وورم رح نحكي عنه بس شوي لقدام. وين بيكون موجود؟ بيكون موجود في الانتستين للدوج والكات والهيومن، اللي هن نفسهم الديفينيتيف هوست. والهيومن هو عبارة عن اكسيدنت ديفينيتيف هوست، اكسيدنتلي ديفينيتيف هوست. الانترميديت هوست هي اللارفال فليز، بتكون زي اليرقة اللي شايفينها في الصورة. الانفكتيف ستيج هي السيست سيركويد لارفا، والدياجنوستيك ستيج اللي هي ايش؟ الايج في الفيسس. بالنسبة لللايف سايكل، راح نبلش اللايف سايكل في الديفينيتيف هوست. الديفينيتيف هوست بيكون عندنا يا اما الهيومن الكات ممكن الدوجز. راح يكون في الفيسز للديفينيتيف هوست راح تخرج عندي قطعة من الجرافيد بروجلتد، سواء كانت في الفيسز او انها خرجت ايش؟ كريبينج، يعني طلعت بدون ما يكون مع الفيسز ماشي. هاي الجرافيتي بروجلتد راح تحوي في داخلها على اكياس. اكياس هاي الاكياس بنسميها الايج باكيت، زي كانها مجموعه من الايجز. هاي الايجز موجوده في داخل كيس بنسميه امبريونيك ممبرين ماشي، اللي هو رقم 2 في الصوره. اذا في عندي في الفيسز راح تخرج عندي الجرافيتي بروجلتد، سواء كان حكينا بالفيسز او ممكن تخرج هيك بدون الفيسز. هاي الجرافيتي بروجلتد تحوي في داخلها على اكياس الاجز اللي هي الايج باكيت. هاي الايج باكيت بتكون عباره عن اجز مجموعه مع بعض، حواليها ممبرين بنسميه الامبريونيك ممبرين ماشي. هاي الجرافيتي بروجلتد بعد بفتره ايش راح يصير لها ايش؟ ديس انتجريشن، وراح تخرج الايج باكيت من داخلها. فراح تيجي الفلية هاي اليرقة وتتغذى ايش؟ على الايج باكيت، تاكل الايج باكيت اللي بتحوي على الاكس. اكلتها هاي الحشرة، بعد ما تاكلها الحشرة او اليرقة راح يخرج عندنا الانكوسفير. الانكوسفير بيعمل بنتريشن للانتستينال وول ماشي، وبعدين بتحول عندنا السيست سيركويد لارفا في داخل البادي كافيتي لهاي الحشرة ماشي. بعدين هاي الانفكتد لارفا اليرقة راح تتطور لايش؟
أدلت فلي، حشرة بتكون إيش صارت ناضجة. هاي الحشرة الناضجة ممكن بصير لها تناول عن طريق الكات والدوكس أو accidentally by a human. هسا accidentally by a human غالبا اللي هن الأطفال ممكن يتناولوها عن طريق الخطأ، أو في دول جنوب شرق آسيا اللي بتناول كل إشي ماشي من الحشرات. ففي حالة تناول الإنسان أو الحيوان هاي الفلي التي تحوي على سيس سيركويد لاربا يصاب بالإنفكشن، وفي بعض الأحيان الأنيمالز كمان عندها القدرة على أنها تنقل الإنفكتد فلي للهيومن عن طريق إيش؟ أنها تكون الإنفكتد فلي موجودة في الفرو تبع هاي الحيوانات. بالنسبة للسكوليكس، السكوليكس هو عبارة عن سكوليكس يحوي على الروستيليوم، هذا الروستيليوم يحوي على سباين، فبنعتبره كمان أنه آم روستيليوم، بيكون شكله كونيكال روستيليوم يعني شكله مخروطي. عندنا فور سكرز، في عندنا 200-400 سيجمنت بشكل عام، 60-175 بروغلتيد. نيجي للماتشور بروغلتيد، راح تلاحظوا لو اني قسمت الماتشور بروغلتيد لنصين، في عندي النصف الاعلى مطابق للنصف الاسفل، فهو عنده دبل سيت اوف جينيتال أورجان. في عنده بالنسبة للتستس اللي هي عبارة عن نقاط صغيرة هي small testes، في عنا كمان اللي الفيتيلاريا موجودة، في عنا two lateral genital openings، رح تلاحظوا في عنا فتحة من الأعلى ماشي وفتحة من الأسفل، هدول الفتحتين بنسميهم الجينيتال opening ماشي. هاي هي الجرافيدي بروغلتيد، هيك بيكون شكلها، الشكل تحت تحت لما قسموها وشوفوها تحت الميكروسكوب. وفي عندنا الشكل الثاني انه ممكن يكون لغاية 1 سنتي، تقدروا تكون ملاحظة في الفيسز، هي عبارة عن يوتيراين ساك ماشي filled with many uterine capsule، يعني زي كأنه هو عبارة عن يوتيرس، هذا اليوتيرس، هذا اليوتيرس فيه ايش يوتيراين كابسول اللي هي عبارة عن الايج باكيت، كل إيج باكيت تحوي من 8-15 أو ممكن من 15-25 إيج. هاي كمان شكل الإيج باكيت، رح تلاحظوا إنه الإيجز متصلة مع بعض، بحيط فيها إمبريونيك ممبرين. بالنسبة للإيج في الداخل، يعني هي الإيج داخل الإيج باكيت شبيهة للإيج تبعت التينيا سبيشيز ماشي، كل إيج باكيت حكيناها من 8-15 أو 15-25.